اقرأ القرآن اقرأ القرآن اقرأ القرآن والأثر اقرأ القرآن والأثر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين سنتكلم ان شاء الله تعالى في تفسير سوره القارعه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعه القارعه القيامه وسميت بذلك لانها تقرع قلوب الكفار باهوالها نسال الله السلامه ثم قال الله عز وجل ما القارعه وهذا استفهام المراد به التهويل ثم قال الله عز وجل وما ادراك ما القارعه وهذا استفهام على جهه التعظيم والتفخيم لشان القيامه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث اي تكون القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث ومعنى المبثوث المتفرق المنتشر وتكون الجبال كالعهن المنفوش، شبه الله عز وجل الجبال بالعهن المنفوش. العهن هو الصوف المصبوغ ألوانا، فشبهت الجبال به لأنها ألوان، وشبهت بالمنفوش من الصوف لتفرق أجزائها يوم القيامة. ثم قال الله عز وجل: فأما من ثقلت موازينه. بان رجحت كفه حسناته على سيئاته فهو في عيشه راضيه اي في عيشه مرضيه والمراد في الجنه واما من خفت موازينه المراد به الكافر فالكافر ليس له في الاخره حسنات الله سبحانه وتعالى قال مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف فامه هاويه اي مصيره الى النار فهو يهوي في جهنم مع بعد قعرها امه اي مستقره ومسكنه اذ لا ماوى له ولا مسكن له غير النار وما ادراك ما هي نار حاميه اي هي نار حاميه شديده الحراره بلغت النهايه في الحراره اجارنا الله تعالى جميعا منها والله سبحانه وتعالى اعلم واحكم